بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، النهارده ان شاء الله معانا مع الدرس الثالث من الوحده الاولى، بيتكلم عن تطبيقات على النسبه. في الاول بس حابب افكرك ان انت يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتعمل سبسكرايب من تحت الفيديو عشان يوصلك الجديد ان شاء الله. لو معرفتش تعمل اشتراك او طلب منك التسجيل، يا ريت ان انت تفتح اليوتيوب وتبحث عن قناه، تكتب في اليوتيوب فوزي رشاد وتشترك في القناه عشان يوصلك الجديد ان شاء الله. ان شاء الله ان احنا قبل كده اخدنا ان احنا عندنا النسبة، عرفنا ان هو بيجيب لك عددين وانت بتحولهم للنسبة. يعني انا مثلا لو جاب لي عددين زي 10 الى 20، انت 10 و20 كنت بتعمل ايه؟ كنت بتشوف ال10 وال20 دول تحاول تختصرهم لغاية ما توصل للنسبة لابسط صورة. يعني ايه ابسط صورة؟ يعني ما تلاقيش العددين دول موجودين الا في جدول واحد. فاحنا كنا بنحلها بطريقتين، يا اما ان انت مثلا تحلها بجدول الضرب، تاخد ال10 وتفكها. ايه الحاجة اللي تجيب لي 10؟ فكنا بنفكها لاتنين في 5. طب وال20 كنا ممكن نفكها على الشكل ده، مثلا خلاها 5 في 4. فانت كنت بتقوم عامل ايه؟ كنسل 5 مع 5، يبقى لك الاثنين والاربعه. طب الاثنين والاربعه دول ابسط صوره؟ لا، لان موجودين في جدول الاثنين. فانت كنت بتفك الاثنين والاربعه، تفك الاثنين، الاثنين في 1 والاربعه تخليها 2 في 2، وكنسل الاثنين مع الاثنين يطلع لك النسبه 1 الى 2. وانا كان بالنسبه لي ال10 قد ايه بالنسبه لل20؟ قد ايه منها يعتبر نصها؟ او كنت بتحل على طول ال10 وال20، كنت بتقول 10 وال20 دول موجودين في جدول ال10. ال10 فيها كام؟ 10 واحده. طب ال20 فيها كام؟ 10 اثنين. او كنت مثلا انت بتلجا للاله الحاسبه، كنت بقول لك ان انت يا ريت ما تلجاش للاله الحاسبه الا في ادي الامور للتاكيد بس. فانت يا ريت الاله الحاسبه تلجا لها للتاكيد بس، ليه؟ عشان تطلع كويس بعد كده في المرحله الاعداديه. طيب احنا النهارده هناخد تطبيقات على النسبه. يعني ايه تطبيقات على النسبه؟ ان هو يجيب لي بقى العكس، يجيب لي النسبه وانا اجيب، ويجيب لي عدد من الاثنين دول. يعني انا مثلا يجيب لي العدد ده وانا ادور على العدد التاني. خلاص هنعرف ده هناخده ازاي النهارده. طيب تعال نشوف اول سلايد عندنا. لو جينا مثلا نشوف المثال الاولاني، المثال الاولاني بيقول لي اذا كانت النسبه بين عددين 7 الى 5، يبقى انا النسبه بتاعتي 7 الى 5، وعدد من الاثنين اصلا كان 490، يبقى العدد التاني كام؟ فاحنا قدامنا طريقه من الاثنين. في الطريقه اللي هو حللها قدامي، اللي هو بيجيب لي الاجزاء كلها واعرف الجزء الواحد بكام ويحل. او في طريقه ثانيه، تعال نحل بها على طول. ومعاك الطريقتين، يا ريت ان انت تشوف هتحل بايه. انا مثلا هو جايب لي النسبه بين عددين، يبقى انت النسبه بين مين؟ العدد الاولاني، اقول له العدد الاولاني، وهنا العدد مين؟ الثاني. النسبه بينهم اصلا كان كام؟ يبقى انا هشتغل على النسبه. النسبه بينهم كام؟ 7 الى 5. خلاص؟ طيب عدد الاولاني 490، يبقى انا الاولاني ده اصلا 490، يبقى الثاني ايه؟ يبقى انت النسبه اصلا بتاعتك 7 الى 5، العدد الاولاني هو 490، يبقى عايز يعرف العدد الثاني. فانت كنت بتعمل ايه؟ تقوم عامل ايه؟ انا اعتبر النسبه دي اعتبر هي كسرين. يعني انا اعتبر اصلا النسبه يعتبر 7 الى 5 بتساوي 490 الا نقط، فده كسر وده كسر. فانا كنت بقوم اعمل ايه؟ لو كسر بيساوي كسر ممكن كنت اعمل كروس، كنت اعمل مقص. فانا نفس الحكايه هعمل مقص، الاثنين دول هضربهم في بعض والاثنين دول هضربهم في بعض. طب مين المقص السليم عندك؟ الاثنين بتوعهم متوصلين ببعض، الاثنين دول. فانت هتيجي تقول له انت بتدور على ايه؟ العدد الثاني. فاجي اقول له العدد الثاني بيساوي مين؟ هقول له 490 في 5، واقوم قاسم على مين؟ على 7. يبقى الاثنين دول هضربهم في بعض واقسم على 7. اللي يهمني بس لما تيجي تحل بالاله الحاسبه، لما تيجي تحل بالاله الحاسبه هقول لك الطريقه بتاعت الاله الحاسبه. لو الاله الحاسبه قديمه، فانت الاول بتكتب ايه؟ انت الاول هتقول له انا بدور على العدد التاني، فهتقول له العدد التاني. خلاص؟ 490 في 5 على مين؟ على 70. صح؟ كده؟ او على 7. فانت هتقوم ايه؟ يا اما تختار في الاله الحاسبه اختار الكسر، واقوم جاي العدد الاولاني كاتبه كده، والعدد التاني اقوم كاتبه كده، والكسر واللي تحت اكتبه كده، وتدخل على الاله الحاسبه وتشوف هيطلع كام. خلاص؟ طب لو بتشتغل بآله حاسبه قديمه، هتجيب الاثنين فوق تضربهم في بعض وتشوف طلع كام، وتضغط يساوي وتشوف طلع كام، وبعد كده تكتب اللي تحت وتقسم. يعني انا اشوف الاثنين اللي فوق دول بكام على الاله الحاسبه، وبعد كده اضغط علامه على واكتب اللي تحت مثلا 7 او 70، واشوف الحل بتاعها هيطلع كام. اتفقنا؟ وانا هنا عارف ان العدد الثاني هيطلع اكتر من العدد الاول. طيب تعال نشوف مساله ثانيه.
هنا بيقول لي، بيقول لي في احدى المدارس الابتدائيه كان العدد الكلي للتلاميذ 540، وكانت النسبه اللي انت هتشتغل عليها بين عدد البنين للبنات 4 الى 5. احسب كل من عدد البنين والبنات، هات لي البنين بكام والبنات بكام. فانا هنا هشتغل على مين؟ احنا تطبيقات على النسبه، يبقى انت اول حاجه هتكتب النسبه اللي عندك، النسبه بين مين؟ البنين والبنات. يبقى انا اقول له هنا البنين لعدد البنات. خلاص طيب، البنين للبنات عندك كام؟ 4 إلى 5. يبقى أنت تفهم إن مين الكبير؟ أفهم إن البنات عددهم أكبر. طب هو عايز مين؟ يبقى أنت النسبة استخدمتها، لسه هستخدم مين؟ ال 540. طب ال 540 ده هكتبها، هطبقها، هكتبها على البنين ولا هكتبها تحت البنات؟ ده هو بيقول لي 540 ده العدد الكلي، يبقى ولا تبع البنين ولا تبع البنات، ده العدد الكلي الاتنين مع بعض. يبقى أنا هنا هزود حاجة اسمها المجموع. خلاص؟ طيب لما تيجي تكتب المجموع، المجموع ده مش تبع النسبة، ده تطبيقات عليها. يبقى في السطر التاني هكتب هنا 540. خلاص؟ طب انت المجموع بتاع الاتنين دول كام؟ سهلة، 9. طب هو عايز مين؟ عدد البنين. يبقى انا اقول له عدد البنين، وتعمل المقص بتاعك، كروس بتاعك. هو عايز البنين، يبقى انا هجيب له البنين. انسى ده خالص، يبقى ده انسى خالص من المسألة. هتعمل ايه؟ هضرب ده في ده، توصل مقص كبير اهو. هتضرب الأربعة في 540 وتقسم على 9، يبقى أنا أقول له 4 في 540 وأقسم على 9 وتشوف هيطلع بكام. خلاص، وأكتب له بنين. طب أنا بعد كده عايز عدد البنات. لما تيجي تجيب عدد البنات، يبقى ده اللي هنساه، يبقى ده اللي هنساه خالص، كأني مش معاه. وتقوم عامل إيه؟ أعمل كروس. خلاص، يبقى أقول له عدد البنات. هتضرب مين بقى المرة دي؟ هضرب الخمسة في 540 واقسم على 9. خلاص، لأن ده اللي ناقص، لأن البنات هي اللي ناقصة، يبقى اللي قصادها هو اللي تحت. يبقى أنا أقول له عدد البنات، يبقى هضرب 5 في 540 وأقسمها على مين؟ على 9، وتشوف هيطلع كام وتكتب له إيه؟ بنت. خلاص اتفقنا. لما تيجي تجمع العدد اللي طلع هنا والعدد اللي طلع هنا، هتلاقيهم طلعوا لك ال 540. اتفقنا؟ وأنا متأكد إن البنات هيطلع عددها أكتر من إيه؟ من الولاد، لأن النسبة بتاعتها هي الأكبر. تعال نشوف اللي بعد كده. ده سؤال اختياري، وسؤال الاختياري قلنا احسن سؤال تحبه سؤال الاختياري ده، لو انت فاهم انت بتعمل ايه. اذا كانت النسبة بين وزن عمر ووزن اخيه 5 إلى 6، يبقى انا عمر لاخوه كام؟ عمر الاولاني، يبقى كتبته الاولاني 5 إلى 6، وعمر هو وزنه 75، يبقى انا هكتب تحت عمر 75. طب عايز مين؟ اكيد عايز اخوه. طب انا من غير ما احلها، تتوقع وزن اخوه هيطلع اكتر من 75 ولا اقل من 75؟ لا، اكتر من 75. ليه؟ لان عمر النسبه بتاعته، النسبه بتاعته اكبر، لما اختصرناها طلعت 6. خلاص، يبقى هيطلع اكتر من 75. يبقى انا في الاختيار هختار اكتر من 75. مين هنا في الاختيار اكتر من 75؟ ال 90. يبقى هي هنا 90، من غير ما اوجع دماغي هي 90. طب لو عايز تتاكد، خد هتعمل كروس، تعمل مقص، تضرب 75 في 6 وتقسمها على 5. واتفقنا ازاي ان انت بتعملها بالاله الحاسبه. لو آلة حاسبة حديثة، هتضغط الكسر وتكتب 75 فوق وستة فوق، وتحت تكتب كام؟ تحت هتكتب 5. خلاص؟ طيب لو آلة حاسبة قديمة، هتاخد ده وتضربه في ده وتشوف الناتج اللي يطلع، تقسمه على 5 على طول. طب هنا بيقول لي إذا كان مجموع عددين يساوي 105، يبقى ال 105 ده المجموع، ولا العدد الأولاني ولا التاني، وكانت النسبة بينهم 2 إلى 3. يبقى أنا النسبة هنا بين مين؟ العدد الأولاني، بقول له الأول للثاني واضيف المجموع. طب انا الاولاني للثاني، هتكتب النسبه على طول الاول 2 الى 3. طب انا ال 105 هكتبها هنا؟ لا، ده ال 105 ده تطبيقات عليها. طب هكتبها تحت الاولاني ولا تحت الثاني ولا تحت المجموع؟ لا، ده انا ال 105 ده المجموع. طب هنا المجموع بتاع الاثنين دول كام؟ 5. طب عايز مين؟ عايز الكبير. الكبير يبقى هو عايز الثاني، لان هو اللي نسبته اكبر. يبقى ده مش هحتاجه خالص، مش هجيبه. طب هتعمل ايه؟ هقوم عامل كروس، هتضرب 3 في 105 على 5، 3 في 105 على 5، وبعد كده هتطلع سهلة وتشوف هتطلع بكام. اتفقنا؟ طيب السؤال اللي بعد كده، اقرا، وقف الفيديو وفكر فيها، وبعد كده شغل الحل وشوف هيطلع حلك نفس حلي ولا لا. النسبة بين ارتفاع أي برجين 3 إلى 4، فإذا كان ارتفاع التاني 120 متر، يبقى أنا هقول له البرجين اللي عند الأولاني والتاني. خلاص، النسبة بين ارتفاع البرجين 3 إلى 4، يبقى ده 3 وده 4. طب التاني 120. خلاص، يبقى التاني هو ال 120. طب هو هنا عايز مين؟ عايز الأولاني. طب هنا هتعمل إيه؟ هعمل كروس عادي. خلاص،
طب هقول له انت هنا بتدور على مين؟ بدور على الاول. هتجيب الاولاني ازاي؟ اقوم عامل كروس، يبقى 3 في 120 على 4. خلاص، وهنا ممكن تختصر، يعني بدل ما اضرب وارجع اقسم انا ممكن اختصر ال 120 مع ال 4. ال 120 اما اختصرها على ال 4، على ال 4 هنا ال 4 فيها كام؟ 4 1. طب ال 120 فيها كام؟ 4 30. 3 في 30 اللي هي تطلع كام؟ 90. او هات بقى الحسبه هتطلع 90. طب هنا مدرسه بقى 600 تلميذ، من غير ما تفكر ال 600 تلميذ دول يعتبر المدرسه كلها، يبقى ده مجموع، العدد ده يعتبر مجموع. خلاص، البنين للبنات، البنين تلتين البنات، يعني انت هتفهم ايه؟ افهم ان البنين اتنين والبنات نسبتهم كام؟ 3. خلاص، طب هات لي عدد البنات، يبقى انا هنا النسبه بين مين ومين؟ اكتب النسبه الاول لان الدرس ده تطبيق على النسبه، يبقى انا اقول له البنين للبنات للمجموع. ها، البنين كام؟ قلنا ده اتنين، طب ودول كام؟ 3. طب هنا 600، تعالى تحت البنين ولا تحت البنات ولا تحت المجموع؟ لا، 600 هنا تحت المجموع، يبقى 600 هي المجموع. طب هنا دول مجموعهم كام؟ 5. طب هو عايز مين؟ عايز البنات، يبقى انت هتكنسل مين؟ يبقى هو البنات، يبقى انا هكنسل ده خالص، ما تجيش جنب ده خالص، مش محتاج البنين، ملهاش لازمه تضيع وقتك فيه. تقوم عامل كروس، يبقى تقول له البنات، عدد البنات بتساوي 3 في 60 على 5. طب هنا يا اما تجيبها بالآلة الحاسبة يا اما تحاول تشغل دماغك، انت هنا التلاتة ولا الستين اللي تختصرها مع الخمسة؟ لا، الستين، الستين على الخمسة هنا فيها 1. طب الستين لما اختصرها على 5 هيطلع كام؟ 12. اه، هنا 600 هيطلع كام؟ 360. خلاص، لان هنا 600 ده 600 هيطلع 120، 3 في 120 يطلع 360. تمام. المسألة اللي بعدها سؤال اكمل، بيقول لي ايه في سؤال الاكمل؟ بيقول لي هنا اذا كانت نسبة س الى ص 1 الى 4، يبقى انت تفهم مين الكبير؟ الس هي اللي 1. طب والصاد 4. طب وكان ص ناقص س ب 18، طب ص ناقص س ده 18 هقعدها تحت الصاد ولا تحت الس ولا تحت ايه؟ لا، ده الاثنين مع بعض. طب الاثنين مع بعض يا مجموع يا فرق، ده هنا ناقص يبقى ده ايه الفرق؟ طيب هنا الفرق كام؟ ده تطبيق على الاثنين، يبقى ولا تبع النسبة ومش تبع النسبة، يبقى في السطر الثاني الفرق هنا 18. طب انا هنا الفرق في النسبة كام؟ 3. خلاص، هتطرحهم من بعض يطلع كام؟ 3. طب هو عايز مين؟ عايز السين، يبقى انت هتجيب السين، يبقى الصاد ماليش دعوة بيها، مش هحتاجها، ما تضيعش وقتك فيه. وهتقوم تقول له ايه؟ السين هيبقى 1 في 18 على 3، 1 في 18 18، لما سمع 3 يبقى السين طلعت بكام؟ ب 6. اتفقنا؟ طيب، ولو عايز تتأكد هنا هيطلع الصاد ب 24، لما تطرحهم من بعض يطلع كام؟ 18. طب هنا اذا كانت النسبه بين ا الى ب، الى ب 2 الى 3، وكان ا زائد ب ب 20، يبقى انا هنا هقول له ايه؟ ا الى ب الى ايه؟ ا الى ب 2 الى 3. طب انا كتبت النسبه، طب التطبيق بتاعه اهو، ا زائد ب في الحياه بكام؟ ب 20. طب انا ال 20 قاعده تحت الالف ولا تحت الباء ولا تحت الاثنين مع بعض؟ ده الاثنين مع بعض. طب الاثنين مع بعض ايه؟ مجموع يا فرق؟ لا، ده زائد، يبقى ده ايه؟ مجموع. المجموع في الحقيقه كام؟ 20، هو 20. طب انا المجموع في النسبه ده بكام؟ مجموع النسبه ده كام؟ 5. طب هو هنا عايز مين؟ عايز الباء. لما تيجي تجيب الباء يبقى هو هنا بيدور على الباء، يبقى الالف ده انساها خالص، وتقوم عامل كروس، اضرب 3 في 20 على 5. تيجي تقول له بقى اللي هو بيدور عليه، تبقى 3 في 20 على 5، ولا 20 على 5 بدل ما تضرب وتقسم حاول تختصر الاول. ال 20 على 5 فيها كام؟ ال 4، 3 في 4 تطلع بكام؟ ب 12. خلاص؟ طيب، هنا بقول لي إذا كانت نسبة أ إلى ب 3 إلى 2، يبقى مين الكبير؟ الألف، يبقى الألف هو ولا 3؟ طب قول ب 2، طب أ زائد ب ب 15، يبقى ال 15 ده يعتبر المجموع، يبقى أنا هنا أم كاتب 5 وهنا 15، طب هنا عايز مين؟ الألف، يبقى أنت هتنسى ده، تبقى 3 في 15 على 5. ممكن واحد يجيبها بطريقة تانية، يقول لي 5 بقت 15، يبقى ضربت في كام؟ في 3، يبقى 3 أضربها في 3، يبقى هنا الألف تطلع بكام؟ ب 9. خلاص، لان النسبه ماشيه على الاثنين، ما انت اللي فوق ده هنا، شوف هنا، يا اما تعمل كروس يا اما لو عرفت تحلها بدماغك تشوف ده، يعني 5 بقت 15، يبقى السطر ده كله ضربته في 3، يبقى الاول انا هضربه في 3. اتفقنا؟ طيب هنا مثلا ال 3 بقت 18، يبقى ضربتها في 6، هتشوف الواحد ده تضربه في 6 هيطلع 6، وال 4 هتطلع 24. طب تعالى كده شوف الواحد الس طلعتها ب 6. اتفقنا؟ طب انا هنا اذا كانت النسبه بين عددين 3 الى 7 وكان اصغرهما يساوي 21، فهنا العدد الثاني بكام؟ النسبه بين عددين، يبقى انا عندي عدد الاول وهنا الثاني. خلاص،
النسبة بين عددين 3 إلى 7، بقول لك الصغير 21، طب الصغير مين في الاتنين؟ ده، يبقى ده هو ال 21، بقول له هات العدد التاني. طب هنا هتعمل إيه؟ قدامها حاجة من الاتنين، يا إما تعمل كروس، فأنت هتقول له هنا أنت بتدور على مين؟ بدور على العدد التاني. طب خلاص العدد التاني هتعمل كروس، لما أعمل كروس هيطلع كام؟ مين الكروس اللي شغال عندي؟ ده الاتنين دول ولا الاتنين دول؟ لا، يبقى أنا هضرب الأول السبعة في ال 21 وأقسم على مين؟ على 3. خلاص، وتحاول تختصر مين اللي ينفع اختصره من الاثنين اللي فوق مع بتاع، بدل ما اضرب والمساله تكبر وارجع اقسم، لا حاول تقسم الاول. خلي بالك الضرب والقسمه الاثنين بيجوا في نفس المرحله، يعني اللي تعرف تعمله اللي اسهل لك حله الاول. طب انا هنا لما تيجي تشوف مثلا هنا ال 21 هختصرها مع الثلاثه، 3 فيها كام؟ 3 1. طب ال 21 فيها كام؟ 3 7، 7 في 7 بكام؟ ب 9. خلاص، او ممكن واحد يحلها بطريقه ثانيه. ازاي؟ ان انا اشوف مثلا او الصف ده اتضرب في تحت بكام؟ في 7، يبقى انا ده اضربه في 7 وده اضربه في 7، يطلع كام؟ 49. فانت اي حاجه من الاثنين حلها هيطلع صح. طب تعالى نحل مساله ثانيه، بقول له مستطيل محيطه 42 سم والنسبه بين طوله وعرضه 5 الى 2. طب انا اصلا مستطيل، لو انت عندك مستطيل يبقى مين الكبير؟ الطول. فانت لو جيت تشوف الطول هتلاقيه هو كبير 5 الى 2، فإن طوله بكام وعرضه بكام؟ تعال نحل المسألة دي عشان المسألة دي مهمة، بتيجي في أسئلة الامتحانات. محيطه 42 والنسبة بين طوله وعرضه 5 إلى 2، النسبة بين الطول والعرض 5 إلى 2، والمحيط 42. هو يعني إيه المحيط؟ خلي بالك المحيط ده ايه، نسبة ولا في الحقيقة؟ لا ده تطبيق عليها، المحيط في الحقيقة 42. فانت الاثنين المحيط ده يعني ايه؟ المحيط يعني مجموع اطوال الاضلاع. طب انت المحيط بيقول لك لو الطول 5 والعرض كام؟ 2، يبقى المحيط كام؟ 7؟ لا، ده انت المحيط مجموع الاضلاع كلها، فانا هنا برضو ده 5 وده 2، هتجمعهم كلهم مع بعض يطلعوا كلهم كام؟ 14. يبقى انا المحيط في النسبة ده كام؟ 14. طب انت هنا المحيط كان بيقول لك كام؟ 42. خلاص، طب هنا عايز مين؟ الطول. طب لو جيت تجيب الطول هتجيب الطول ازاي؟ يبقى انا هنسى العرض خالص كانه مش موجود، وتقول له 5 في 42 على 14، او تشوف ال 14 بقت 42، يبقى اتضربت في كام؟ في 3، يبقى هنا الطول هيطلع كام؟ 15. طب والعرض؟ هنا العرض هتيجي تجيب العرض، انسى الطول خالص، هتقول له 2 في 42 على 14، او انت عارف ان الصف اللي فوق ده كله اتضرب في 3، يبقى ده هيتضرب في 3، يبقى العرض هيطلع كام؟ 6. خلاص، سنتي مثلا لو هو بالسنتي، لو هنا ال 42 دي بالسنتي. طب انا لو جيت اشوف عايز اتاكد، تعالى كده ارسم مستطيل، لو ده 15 خلاص يبقى ده هيبقى كام؟ 15، وده هيبقى 6، وده هيبقى 6، الاثنين دول مع بعض كام؟ ب 30، و12 طلعت ال 42 صح. يبقى انت هنا ده 15 وكام؟ ب 6. طيب هنا بيقول لي النسبه بين طول احمد وطول مصطفى 9 الى 8، يبقى انت تفهم ان مين الكبير؟ مين التسعه؟ احمد، لان احمد هو اللي اتقل الاول، يبقى ده العدد بتاعه الاول، والفرق بين طولهم طوليهما 20 سم. يبقى انا اقول له هنا، اقول له احمد لمصطفى والفرق، ها احمد كام؟ 9. طب مصطفى كام؟ 8. طب هنا الفرق كام؟ 20. انت قاعد الفرق فوق؟ لا، ده انت تطبيق، يبقى تحت، يبقى ال 20 هنا. خلاص، وهنا الفرق كام؟ 1. طب الواحد بقى 20، يبقى ضربت في 20، يبقى انت كل واحد من الاثنين دول هيتضرب في 20. طب هو عايز مين؟ عايز مصطفى. فين مصطفى؟ يبقى انسى احمد خالص، يبقى ال 8 هتضربها في 20 تطلع كام؟ 160. 160 ايه؟ الواحده اللي عندك سنتي، يبقى هنا هكتب ايه؟ سنتي. خلي بالك القسمه بس هي اللي ملهاش واحده. طب قطعه سلك تم تقسيمها الى قطعتين النسبه بين طوليهما 5 الى 9، القطع صغيرة 45 عايز كبير. طب انا ال 45 تحت مين؟ تحت الخمسة. خلاص، طيب القطعة الكبيرة يبقى انا عايز دي، يا اما تعمل مقص هتقول له مقصه 9 في 45 على 5، او تشوف النسبة اللي فوق ال 5 بقت 45، يبقى اتضربت في كام؟ في 9، يبقى 9 هتضرب في 9 تطلع كام؟ 81. ولو عايز تتأكد هاتها بالآلة الحاسبة، وانا متأكد اصلا ان هي هتطلع اكتر من 45، لان الصغيرة 45، يبقى الكبيرة كام؟ أكتر من 45. لو البنات نص العدد الكلي للطلاب، فإن النسبة بين عدد البنات وعدد الولاد كام؟ طب تعالى كده نحلها، بنين وبنات
البنات نص العدد الكلي. طب انت العدد الكلي اللي هو ايه؟ اللي هو المجموع. خلاص، يبقى البنات نص العدد الكلي، يبقى الولاد كام؟ ما هو ده العدد اللي انت هتزوده على واحد عشان يطلع لك الاثنين، يبقى واحد. يبقى النسبة بين البنين والبنات كام؟ واحد الى واحد. يبقى انا هنا هكتب له واحد الى واحد. طيب تعال نشوف مثلا مسألة ثانية. إذا كان سعر كيلو التفاح 8 جنيه، ده مش نسبة. ليه؟ لأن لا واحدة، وكانت النسبة بين سعر كيلو التفاح لسعر كيلو الموز، يبقى نسبة أهو جايب لك تطبيق عليها. هات لي سعر 2 كيلو موز. طب هنا النسبة بين مين؟ التفاح للموز. يبقى أنت هنا هتقول له التفاح للموز. خلاص؟ تفاح الموز كام؟ 3 إلى 4. خلاص؟ طب أنت التفاح 8 جنيه، يبقى أنت هتكتبها تحت التفاح، يبقى هنا ده 8. طب عايز 2 كيلو موز. خلاص؟ لا، ممكن تجيب كيلو الموز وتضربه في 2، أو ممكن مثلا ده 8، يبقى أنا ممكن أخليها كام هنا؟ 16، لو أنت هتجيب 2 كيلو. اتفقنا؟ وتشوف بقى، طب أنت عايز هنا الموز، يبقى أنت تضرب، تعمل كروس. تضرب مين؟ التلاتة في ده؟ لا، هضرب اللي انا عارفه الاول، يبقى الاربعة في الستاشر، وارجع اقسم على التلاتة وتشوف هيطلع كام. اتفقنا؟ طيب النسبة بين ارتفاعي شجرة ومبنى 3 إلى 8، يبقى انت مين التلاتة ومين التمانية؟ هو قال لك الشجرة الاول، يبقى الشجرة هي اللي تلاتة والمبنى هو اللي مين؟ اللي تمانية. طب ارتفاع الشجرة 9، طب هات لي ارتفاع المبنى، وبعد كده عايز الفرق بين الارتفاعين. طب انا هنا اقول له ايه؟ النسبة عندي بين مين؟ الشجرة للمبنى. خلاص؟ الشجرة مين؟ 3. طب والمبنى؟ 8. طب ارتفاع الشجرة، الشجرة هي اللي 9، يبقى أنا الشجرة هنا بقت 9. طب عايز مين؟ المبنى. يبقى تيجي تقول له ارتفاع المبنى، أقول له ارتفاع المبنى بتساوي إيه؟ يا إما تعمل كروس 8 في 9 على 3. ولو عايز تحلها بدماغك، أنت هنا مين؟ 3 بقت 9، فضربت في 3، يبقى الصف ده كله أضربه في 3، يبقى أنت هنا هتطلع كام؟ 24. 24 يبقى الواحدة اللي عندي متر. خلي بالك، وانا عارف ان المبنى اطول، او هتختصر مين من اللي فوق اختصر مع اللي تحت؟ التسعة مع التلاتة. التلاتة فيها كام؟ تلاتة واحد. طب والتسعة فيها كام؟ تلاتة تلاتة. تمانية في تلاتة برضه يطلع 24. طب الفرق بين ارتفاعهما، هتقول له الفرق بين ارتفاعهما 24، هتطرح منها مين؟ التسعة. 24 ناقص 9 هتطلع كام؟ 15. 15 ايه؟ متر. اللي بعد كده، قطعة من الحبل تم تقسيمها الى جزئين. تمام، يبقى انا عندي جزء اول الحته الاولى والحته الثانيه. النسبه بين طوليهما 5 إلى 7. طب طول الجزء الاصغر، يبقى انت عندك واحد كبير وواحد صغير، يبقى انا هنا اقول له الاكبر للاصغر. خلاص، او الاصغر الى الاكبر، مفيش مشكله، تقول له الاصغر الى الاكبر. طب الصغير كام؟ 5. طب والكبير كام؟ 7. طول الجزء الاصغر 40، يبقى انا ده 40. طب عايز الجزء الكبير، لو جيت تجيب الجزء الكبير يبقى انت هتعمل ايه؟ خلي بالك، هو هنا بقول لك الحبل كله، ممكن تجيب الكبير وتجمعهم على بعض وتجيب طول الحبل كله، او تقول له هات المجموع. ما هو الحبل كله بقى تجيب المجموع، يبقى انا هنا هزود المجموع. المجموع هنا كام؟ 12. طب هنا كنسل ده خالص، تقوم تقول له 40 في 12 على 5. اتفقنا؟ يبقى انا هنا اقول له 40 في 12 على 5 واجيب المجموع كام. طب هنا ملعب كرة قدم على شكل مستطيل، خلي بالك المستطيل لما يجي يقول لك مستطيل، ها؟ لو قال لك المحيط، للمحيط بتاخد كله، يعني انت الاثنين دول بتضربهم في 2 عشان يبقى المحيط. طب هنا النسبة بين بعديه 3 إلى 8، طب مين ال 3 ومين ال 8؟ يبقى ده ال 3 العرض هو اللي 3 والطول هو اللي 8. إذا كان طول البعد الأول يساوي 75 متر، هات الثاني. طب أنا هنا تقول له هنا البعد الأول والثاني، وتشوف هنا ده كام؟ 3. طب وده كام؟ 8. طب هنا البعد الاول 75، يبقى انا ده هو اللي 75، وتقوم تضرب 8 في 75 على 3 وتشوف هيطلع كام. طب عايز مساحه سطح الملعب، يعني ايه مساحه؟ يعني عدد المربعات اللي جوه. فانت المساحه هتقوم عامل ايه؟ العدد ده والعدد ده اضربهم في بعض. اتفقنا؟ طيب هنا بيقول لي، بيقول لك قسمة 100 جنيه بين شخصين بنسبه 1 الى 3، فان الناصب الاكبر ايه؟ يبقى انا عندي هنا الاصغر والاكبر، دي النسبه اللي عندي. طب انت النسبه بينهم كام؟ 1 إلى 3. يبقى انت الاول بتشتغل على النسبه اللي عندك. طب انت ال 100 جنيه دي تبع الاصغر ولا تبع الاكبر ولا تبع الاثنين مع بعض؟ اللي تبع الاثنين مع بعض، يبقى انا هنا هزود ايه؟ المجموع. طب انت هنا المجموع في النسبه دي كام؟ 4. طب لكن في الحياه هو كام؟ 100. طب هو هنا عايز مين؟ عايز الاكبر، يبقى انت انسى الاصغر خالص، مالكش دعوه بالاصغر.
هتضرب 3 في 100 على 4. 3 في 100 على 4، هنا 3 في 100 بكام؟ هنا هتختصر، هتقول له الأكبر هيطلع كام؟ الأكبر هيطلع 3 في 100 على 4، ممكن تختصر من فوق، من فوق وتحت ينفع مع بعض. ال 100 على 4 فيها كام؟ ربع ال 100 كام؟ 25، 3 في 25 يطلع كام؟ 75، يبقى هي طلعت 75. مدرسة عدد تلاميذها 540، احنا اتفقنا ال 540 دول ولاد ولا بنين؟ بنين ولا بنات؟ لا ده المجموع كله. طب هنا النسبة بين البنين والبنات 4 ل 5، البنين 4 والبنات كام؟ 5. طب والمجموع كام؟ هنا يطلع 9 لكن في الحقيقة 540. طب انت هنا هو هنا عايز مين؟ عدد البنين، يبقى انا البنات ده انساها خالص، هتضرب 4 في 540 على 9، خلاص هيطلع لك 240. طب هنا اذا كانت النسبة بين بعدي مستطيل 2 الى 3 وكان المحيط كام؟ 100. لو انت عندك مستطيل 2 الى 3 بالعقل مين الاثنين؟ الطول. طب ومين اللي 3؟ العرض. يبقى انت هنا هتقول له الطول للعرض، او ممكن خليها العرض الصغير هو الاول، يبقى تقول له العرض للطول عشان ما تلخبطش للمحيط. طب هنا العرض كام؟ 2. طب والطول؟ 3. طب والمحيط؟ لو العرض 2 والطول 3 يبقى المحيط كام؟ 5. لا ده انت في 2 كمان 5، يبقى كام هنا؟ 10. طب هنا بيقول لك ايه؟ هات المساحة. طب انا عشان اجيب المساحة يبقى لازم تعرف الطول بكام والعرض بكام. طب انت هنا ايه اللي انت عارفه اللي انت لسه مستخدمتوش؟ ال 100. طب هنا ال 10 بقت 100، يبقى ضربت في كام؟ في 10، يبقى هنا ده هتبقى كام؟ 30، وهنا هتبقى 20. طب انت المساحة 20 اضربها في 30، طلع صفرين بره و2 في 3 ب 6، يبقى كام؟ 600. 600 ايه؟ سنتيمتر مربع، يبقى هيطلع 600 سنتيمتر مربع. تمام. لا انا مبسوط منك وما شاء الله انت شاطر. طب هنا بقول لي اجب عن الاسئله الاتيه: قسم مبلغ 360 جنيه بين هاني واحمد. طب ال 360 دول تبع هاني ولا تبع احمد؟ ولا تبع هاني ولا تبع احمد، امال تبع من؟ تبع الاثنين مع بعض. شاطر. ها 7 الى 5، يبقى انا هنا عندي مين؟ عندي هاني وعند احمد. طب انت وعندك ايه كمان؟ وعندك المجموع، يبقى انت عندك هاني وعندك احمد وعندك المجموع. طب انت عرفت المجموع ليه؟ لان ال 360 على الاثنين. طب ده 7 وده 5، طب المجموع 360 حطها هنا؟ لا ده 360 ده تطبيق على النسبة، يبقى تحت خلاص. طب المجموع هنا كام؟ 12. طب هو هنا عايز مين؟ عايز الاثنين. طب انت هنا هتقوم تيجي تقول له نصيب هاني، هنا هتجيبه ازاي؟ هتضرب 7 في 360 على 12 وتشوف هيطلع كام وتكتب جنيه. طب واحمد هتقول له نصيب احمد، هتشوف احمد هيطلع كام؟ احمد انساني خالص، هيبقى 5 في 360 على 12 بس، وتشوف هيطلع كام وتقوم كاتب له كلمه جنيه. اتفقنا؟ طيب ممكن واحد شاطر يقول لي ال 12 بقت 360 يبقى ضربتها في كام؟ في 30، يبقى انا هنا ده هيطلع 150 وده هيطلع كام؟ 210. وال 150 وال 210 لو جمعتهم مع بعض يطلع الفلوس كلها 360. طب هنا اذا كان عدد تلاميذ الصف السادس الابتدائي 210، طب انت ال 210 دول ايه؟ اكيد الاثنين مع بعض. طب الناجحين للراسبين، خلي بالك الفصل يا اما هتنجح يا اما هتسقط، مفيش حاجه في النص. طب هنا يبقى النسبه بين مين؟ الناجحين والراس والراسبين، يبقى انت هتقول له هنا ناجح لراسب. الناجح هو اللي كتب الاول، يبقى الناجح هو من الخمسه. طب والراسب 2. طب ال 210 ناجحين ولا راسبين؟ لا ده الاثنين مع بعض، يبقى انت هنا هتضيف ايه؟ مجموع. طب انت المجموع في النسبه كام؟ 7، لكن في الحقيقه كام؟ 210. طب عايز مين؟ عايز الناجحين والراسبين، عايز ده وعايز ده. هتيجي تقول له الناجحين هيبقى 5 في 210 على 7، طب الراسبين 2 في 210 على 7، خلاص. وانت السبعه هنا بقت 210، ضربت في 30، يبقى ده هضربه في 30 هيطلع ده 150، والعدد التاني هيطلع كام؟ 60. في احدى المدارس 960 طالب وطالبه، يبقى 960 دي مجموع، يبقى انا هنا هضيف مجموع البنات 3 اخماس البنين. طب مين اللي 3 ومين الخمسة؟ هو مين اللي كتب الاول؟ البنات، يبقى البنات هي اللي 3. طب ومين هنا؟ الخمسة. طب والمجموع كام؟ 8، لكن في الحقيقة هو كام؟ 960. وهتيجي تقول له عايز مين؟ عدد البنين. تيجي تقول له عدد البنين وتضغط الكسر وتكتب كام؟ 3 في 960 على 8 وتشوف هيطلع كام. طب وتقول البنات هيبقى 5 في 960 على 8. طب المسألة دي هدير ووزن بسمة، طب يبقى مين الخمسة؟ مين اللي كتب الأول؟ هدير. طب ومين الستة؟ بسمة. الفرق، استنى ده الفرق، يبقى أنا هنا هضيف كلمة الفرق،
خلاص، يبقى انت هنا تيجي تقول له هدير لبسمة وتضيف الفرق. طب الفرق في النسبة هنا كام؟ الفرق واحد، لكن في الحياة هو كام؟ 10. طب هنا عايز مين؟ عايز كل واحدة منهم. خلي بالك الواحد بقى 10، بقى اضرب في كام؟ في 10، هتطلع دي 60 ودي 50، بس تجيبها له عن طريق الكسر عشان يعرف انت جبتها ازاي. طب هنا النسبة بين قياسي الزاويتين الحادتين في مثلث قائم الزاوية تساوي 7 على 11، أوجد قياس كل من الزاويتين. استنى، المسألة دي مهمة. هو هنا بيقارن مين؟ الزاويتين. يبقى انت في عندك زاوية أولى وزاوية إيه تانية. طب انت هنا لما تيجي تشوف الزاوية الأولى والزاوية التانية، تيجي هنا تقول له الأولى للتاني، الأولى النسبة بينهم كام؟ 7 على 11. طب أنت هو أصلا بيقول لك مثلث قائم الزاوية، لو جيت تشوف المثلث القائم الزاوية، معلش ده مش شكل قائم، لو جيت تشوف المثلث القائم الزاوية، أنت عارف أصلا إن مجموع الثلاث زوايا كام؟ 180. طب هو قائم، يبقى دي ب 90، يبقى الاثنين الحدتين دول كام؟ 90. يبقى الاثنين دول مجموعهم 90، يبقى أنت هنا هتقول له المجموع. يبقى ده بس اللي أنت استفدته، إن هو المثلث قدام قائم يبقى الثلاثة ب 180. طب هو جايب لي اثنين، يبقى الاثنين اللي لسه ده كام؟ 90. ده قائم، يبقى ده 90، يبقى الاثنين اللي لسه دول كام؟ 90. طب استنى، 90 اصلا تحطها هنا في المجموع في الحاله؟ لا، ده انت مجموع النسبه هنا كام؟ 18، لكن في الحاله هو كام؟ 90. طب هتيجي تجيب كل واحده من الاثنين، يبقى هتقول له الاولى 7 في 90 على كام؟ على 18. طب والثانيه 11 في 90 على 18. كل الجديد بس عندك ان انت عرفت ان المجموع في الحاله كام؟ 90. خلاص؟ طيب تعال نشوف المساله اللي بعدها. كده الدرس انتهى، ويا ريت ان انت ما تنساش اللي احنا اتفقنا عليه. الاول احنا ده درس ايه؟ تطبيقات على النسبه. طب في التطبيقات على النسبه انت بتعمل ايه؟ في التطبيقات على النسبه انت بيجيب لك نسبه خلاص، وبيجيب لك تطبيق عليها. يعني ايه تطبيق عليها؟ يعني عدد من الاثنين اللي تحت. ممكن لو هو حب يصعب عليك المساله، يا اما يزود لك المجموع، يا اما يزود لك على النسبه دي الفرق. خلاص، وبتلاقي انت عندك صف كامل وواحده تحت، فبتقوم تعمل ايه؟ تعمل كروس. اتفقنا؟ يا ريت ان انت ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك الجديد. لو ما عرفتش تشترك وطلب منك الايميل، تسجل الايميل ايه، تكتب في اليوتيوب، تكتب تفتح اليوتيوب وتكتب فوزي رشاد وتضغط اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو او خطا فمنه ومن الشيطان.